فرصه كويسه ان العالم كله يعرف الحقيقه هذه. يعني احنا طبعا سعداء بوجود معنا هذا اكيد في المقام الاول، يعني ما فيش اي نقاش. احنا هذا رواجب نعتبره فيه نديره فيه احنا توا، بعد بغض النظر انه هو مسلسل يعني ودراما، ان شاء الله يا رب نعطي ولو حتى ربع حق الشهداء استشهدوا من اجل تحرير مدينه سرت ومن الارهاب. العمل طبعا يعني مجهود كبير، نبدا بالشكر بالاساس للاخوه في المركز الاعلامي. القصه ما هيش راي عمل وثائقي، يعني مش عمل وثائقي، هي جزء من الدراما. الناس اللي ممكن بعاد على الاحداث بتاع الحرب ما شعروش بيه، احنا بنحسوا الناس بالحاله، يشوفوا الجانب الاجتماعي بتاع المقاتلين، يشوفوا حياتهم، يشوفوا الحاله اللي كانت فيها البلاد في تلك الفتره. قصة إنسانية اجتماعية تخلي تشحن العاطفة بتاع الناس، تشوف إن في تضحية في دراما. نشكر خوي عبد الوهاب لأنه هو اللي كان رفيقي معناها في سنسنا، يعني في سرد الأحداث التاريخية بشكل كامل. يعني كنت تصل حتى في الفجر مرة. المسلسل حيكون قاسي جدا علينا احنا، عليه كل من شارك في البنيان أو كل من ليه شهيد، حيكون قاسي جدا، حيكون مبكي. التواجد ديالكم يعني على هذا القدر بهذا الحجم ما يمكن يكون إلا دعم حقيقي لهذه التجربة الفذة. وصراحة أنا كممثل عربي مغربي لدي شرف كبير أن أشارك في هذه الملحمة الوطنية الليبية. الفنان هو اللي بيوصل الرسالة الصادقة، الرسالة اللي هي من واقع معاناة بجميع قضايا وشرائح وإمكانيات المجتمع. وطبعا احنا الفنان هو مواطن عايش المعاناة وعايش الإدارات وعايش التضحيات وعايش كذا، يعني بصراحة كل ما نقول في حقكم شوية. فكرة مسلسل غسق كانت عندي من مدة طويلة صراحة، يعني من بعد تحرير مدينة سرت من الإرهاب كان عندي رغبة حقيقية في تنفيذ عمل يتكلم على تضحيات الشباب صراحة، بس ما كانتش في فرصة وما كانش في نص، فكان دائما هذه الرغبة موجودة لغاية رمضان السنة الماضية. كانت عندنا معناها رؤية أو يعني حلم أن يكون عندنا عمل يأرخ لملاحم يعني وبطولات ليبية، يعني زينا زي دولة أخرى في العالم. هذا نهج يعني تسير على عدة دول، أمريكا بحد ذاتها يعني جزء كبير من إنتاجاتها السينمائية هي إنتاجات تخلد لبطولات الجيش الأمريكي مثلا. يعني على سبيل المثال فيلم هارت لوكر، يعني فيلم شهير يعني أخذ حتى الأوسكار، وكان القصة متاعها حول فرقة نزع الألغام يعني اللي تعمل في العراق. فهذه مجرد بطولات بسيطة أمام بطولات كبرى الحقيقة سطرها أفراد ملحمة البنيان المرصوص في العام 2016. الحقيقة يعني مقارنة هذه الأعمال بالبطولات اللي كانت تمت في سرت، يعني إجحاف كبير في حق هؤلاء الأبطال اللي يكون لهم عمل يورخ هذه البطولات. أضف إلى ذلك التعتيم الإعلامي المقصود من بعض القنوات، وللأسف جزء منها ليبية، يعني حاولت هضم حق هذه البطولات وهؤلاء الأفراد، حاولت التعتيم عليها. حتى عندما كان الأبطال معناها يسطرون الملاحم ويحررون المنطقة تلو الأخرى، كانت هذه القنوات يعني تتعمد عدم الخوض في أو ذكر هذه الانتصارات. يعني إن داعش لديهم الماكينة الإعلامية قوية جدا جدا، كان فبركة الإعلامية وغيرها كان يستخدم فيها بقوة، وكان كنا احنا في البداية نحاولوا ان احنا نوصلوا الصورة الحقيقية ونوصلوا ما يحدث بالفعل في المعركة اثناء كل الأحداث هذه. كان كل العالم مهتم بهذه العملية، ولكن للأسف كانت استجابة المجلس الرئاسي استجابة محتشمة، وكنا يعني نبذل الجهد الكبير حتى يخرجوا في مؤتمر صحفي أو أنهم يصدروا بيان، فكانت هذه نقطة أيضا أثرت فينا تأثير كبير في ذلك الوقت. الأولاد يموتوا في الجبهة والحكومة اللي هي المسؤول الأول وهي المستفيد الأول من هذه الحرب كان
كانت استجابتها محتشمة وغير قابلة لل يعني مش قادرين حتى للتفسير. كان في تهميش كبير لهذه الملحمة التاريخية طبعا أثناء المعركة وبعد المعركة. أثناء المعركة ما كانش فيها إعلام، وكان بالعكس كان في إعلام مضاد يشوه هذه المعركة إنها حرب إرهاب ضد إرهاب، وكان في تشويه كبير جدا. وطبعا بعد حسمت المعركة كذلك لم نسمع أن الإعلام تكلم على هذه المعركة رغم أنها معركة تاريخية. وبعد تكلموا على الدراما، الدراما طبعا هي اللي بتوصل للمشاهد وتوصل للمواطن وتوصل للجميع الدور. ونشوف هنا في دول العالم كله، في تركيا، في جميع الدول كانوا مهتمين اهتمام كبير جدا بالدراما، لأن هذه الوسيلة الجيدة الممتازة لإيصال الحقائق على الأرض، ولهذا الدراما مهمة جدا. شفنا فيلم حور المختار، كائن تاريخ ليبيا منتثر أو مطوي، وعندما خرج فيلم حور المختار أوضح للناس ما كان في ليبيا من جهاد وكذا. ولهذا الدراما مهمة جدا، مهمة للناس، مهمة للعالم، مهمة للجميع الشرائح. لهذا الدراما هذه ممتازة جدا، رغم أن الدراما ليست هي فيلم وثائقي يحقق جميع أو يذكر جميع الحقائق بالتفصيل، ولكن كدراما كمشهد ممتاز جدا يوصل لعقول الناس ما حدث في فترة معينة في التاريخ الليبي، وبالتحديد في مدينة سرت من اقتلاع لداعش. هو الهدف من هالمسلسل هذا على الأقل صحة ناس لما يتفرجوا عليه مسؤولة وغيره، صحة ناس راهم هذي ما ناس قاتل الداعش وأسر هالشهداء 700 اللي متوزعين في الحالي بكلها، حيقولوا بارك الله في من دار العمل هذا. أنا متأكد أن حينال استحسان الناس. ما فيش في تاريخ ليبيا أن نعرض عمل على قصة تاريخية حديثة وبهالحجم، معارك وحروب وشهداء وتضحيات وعمليات فدائية، فالموضوع حيدير ضجة كبيرة في الرأي العام. هذه بعض الدوافع اللي خلتنا معناها نكونوا حريصين وأيضا متحمسين لفكرة إنتاج عمل يخلد هذه الملحمة يعني. وبالفعل يعني هي توارد أفكار، كانت أعتقد الفكرة تواردت في رؤوسنا يعني، كانت في نفس الوقت يعني، وتم التواصل وبدأنا يعني في الإعداد التاريخي للمادة اللي استغرق مدة 3 أشهر أعتقد يعني، من يوليو إلى أكتوبر 2020. كان معي بصحبة أثناء كتابتي كان معي عضو المركز الإعلامي لعملية البناء المرصوص أستاذ عبد الوهاب الحداد، اللي الحقيقة كان له دور كبير في توثيق المادة التاريخية. بداية تنظيم داعش في ليبيا خلينا نقوله أن هم كان فيه تنظيم مجموعة شباب ليبيين في مدينة سرت مثلاً والنوفلية، هم يحملوا فكر متطرف الصراحة يعني سابق. لما أعلن التنظيم على نفسه في العراق وسوريا وتحول من تنظيم كان تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا وعرف بتنظيم داعش، أوفد الشباب الأنصار، أوفدوا 4 شباب ليبيين، أوفدوهم مشوا للرقة والتقوا غادي في الرقة أبو محمد العدناني، وهو أعلى تقريبا ما بعد البغدادي والمتحدث باسم تنظيم الدولة، والتقوا بتركي بن علي اللي هو كان مفتي التنظيم اللي سبق لي زيارتهم أصلا في 2013. كان جاي تركي بن علي جاي دار زيارة لسرت، وعنده صورة شهيرة في مدينة سرت، وعنده تسجيلات خطب شهيرة في جامع الرباط في مدينة سرت. التقوا غادي، وكان الشباب الليبيين اللي كانوا في الأنصار كانوا يفكروا في الذهاب كلهم مع بعضهم، الذهاب والالتحاق بالتنظيم في سوريا في رقة. فلما التقوا بأبو محمد العدناني وتركي بن علي قالوا لهم أن التنظيم أصلا إحنا بادين نشتغلوا في ليبيا موجودين، والآن سياسة التنظيم هي التمدد، يعني إحنا مستحقين نكونوا موجودين في ليبيا، مش نفرغوا ليبيا وجونا لسوريا. بالفعل هذا ما حدث، قالوا لهم أرجعوا لليبيا وتوا خلال أقل من شهر حيجوكم مبعوثين من إحنا. دولة الإسلام باقية، دولة الإسلام باقية باقية وتتمدد بعون الله. مسلسل غسق أنا أعتبره يعني أنه هو أهم عمل في مسيرتي لعدة أسباب. رقم 1، أنا لم يسبق لي يعني كتابة
أي عمل يحكي عن وقائع تاريخية محددة. يعني أنا سبق أني كتبت أعمال ممكن تشبه الواقع، بس كان لي الخيار الكامل أني يعني نضيف أي شيء أو نعدل أي شيء يعني بشكل خيالي. بس العمل هذا أنا كنت محكوم بأحداث تاريخية وتواريخ محددة، فكان موضوع البحث التاريخي مجهد ومرهق الحقيقة. وأيضا كنت نسير يعني في حقل الألغام، يعني ما نقدرش نتجاوز بعض الحقائق، بالإضافة لأنني ملزم بأنني نخلق نوع من الدراما والتشويق داخل العمل حتى لا يكون معناه عمل رتيب أو عمل أشبه بالعمل الوثائقي، وهذا شيء حاولنا قدر الإمكان الابتعاد عنه. لأن الدراما أولا وأخيرا يعني سواء دوت على أحداث تاريخية أو دوت على أعمال أحداث خيالية، هي في المقام الأول الترفيه، والمشاهد يبحث عن شيء فيه تشويق وفيه مادة معناها ممتعة أو دسمة بالنسبة لي. يعني من أول ما أخذت السيناريو هنا من سراج وكنت نقرأ فيه مع توالي المشاهد لغاية ما الحلقة الأخيرة، الحقيقة وأنا نقرأ في الحلقة الأخيرة أنا بشكل غير إرادي في آخر مشاهد قعدت نبكي. على الورق كان النص مكتوب بشكل ممتاز جدا، يعني كان الأحاسيس واصلة بشكل قوي من الحروف والكلمات إلى المشاعر يعني. فنبكيت صراحة وكلمت سراج. البكي هذا صار حتى في قراءة الطاولة، يعني قراءة الحلقة الأخيرة ما سلمناهاش إحنا للفنانين إلا قبل التصوير بيومين. ففي قراءة الطاولة اللي فيها عدد كبير من الممثلين حتى هم يعني أول مرة يقروا الحلقة الأخيرة، فللأسف الناس كلها بكت. أنا نفسي أنا واحد من الناس ما قدرتش نشد روحي، أنا بكيت وأعتقد كان متصورة هي، أنا بكيت وأنور التير بكي حتى هو يقرأ. بس بوغندا عدد كبير من الفنانين كانوا يبكوا هم يقروا، لأن حقيقة النص كان فيه مليء بالأحساس الحقيقي، لأن حقيقة هي هذه أحداث حقيقية، فأنت تقعد تحس نفسك حتى أنت جزء من عائلات الشهداء هادو، وخاصة في المشهد الأخير اللي هو نشوفه فيه الشخصيات هذه كيف ان هي مع اهلها وبعدين تختفي بالواحد. في تصوير المشاهد هم في كل يوم كنا نصور فيهم المشاهد هذه، الممثلين كانوا كلهم يبكوا بشكل طبيعي، ما في حد يعني قالوا يعني قبل حتى ما يصوروا المشهد كانوا كلهم يبكوا، يعني الناس كانت متاثره بشكل كبير. نتذكر لما اعطيت المشهد هو للفنانة الكبيرة أمينة فاخت والموزع الموسيقي، موزع قاعد يبكي يكلم فيه يقول لي حرام عليك يا أسامة أنا قاعد نبكي، الفنانة كبيرة أمينة فاخت قاعد تبكي. والصراحة نشكرها على الشغل اللي اشتغلت معنا، وقعدنا نطوره ونتناقش أنا وياها لغاية ما وصلنا للشكل النهائي اللي طلعت به الأغنية اللي هي في المشهد الأخير. سبب تسمية غصق بهذا الاسم يعني حقيقة أنا ما نحبش دائما العناوين الكبيرة أو العناوين المركبة، منفضل دائما العناوين اللي تكون من كلمة واحدة. يعني أغلب أعمالنا كانت فيها دائما العنوان مكون من كلمة واحدة، فكان في تحدي كبير في اختيار اسم البنيان. طبعا استبعدت تماما تسميته باسم البنيان لأن الموضوع بيبدأ كلاسيكي جدا، ماهوش أنا خاص إنه هو مسلسل وفيلم في نفس الوقت. إحنا طبعا حاليا العمل هذا عمل البنيان تم تصويره كمسلسل وأيضا كفيلم سينمائي، وحنشاركوا به يعني في الخارج في المهرجانات وحيعرض يعني في دور السينما. فتسمية غسق هي طبعا غسق أول شيء هو أول ظلمة الليل، في الشفق طبعا يتكرر في بداية الظلام وفي بداية النهار يعني، وفي الغسق لأول ظلمة الليل هو طبعا إسقاط على كون أن داعش كان يستهدف نشر الظلام في ليبيا والمنطقة بالكامل. طبعا كان في مشهد في الحلقة الأخيرة
ان تبدد الظلمه وبزوغ الشمس هذه دلاله على ان تضحيات الشباب هذه اللي تمت في عمليه البنيان والانتصار الكبير لحقه ساهمت في بزوغ هذا شمس نهار جديد بعد القضاء على الارهاب. افتتاحية المسلسل أنا كنت مخطط لها من يمات التصوير. في يوم كنا نصوره جانا بكري هلبة وطلبت أنا من مدير التصوير اللي هو بشير مهبولي نحييه، والحقيقة سعيد جدا بالتعامل معاه. هي اشتغلت أنا وياه عدة أغاني وعدة إعلانات بس أول مرة نشتغل مع بعضنا دراما. طلبت منا نحن ناخده كادر ثابت طويل لغاية ما الشاحنة تمر، يعني كان هامني نحط الأسماء وحط اسم المسلسل قبل ما يبدأ فيه الجينيريك. فكانت لقطة جدا جميلة للمكان الخالي وبعدين يخترق الهدوء هذا والصورة الفارغة تخترق الشاحنة وبعدين نبدو بدخول أحمد صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدور بالنسبة لي طبعا هو يختلف كليا تقريبا تماما على كل الأدوار تقريبا اللي لعبتها في مسيرتي المتواضعة. فأولا فرحان بالثقة وفرحان بالتجربة، طبعا فرحان بالتجربة خاصة انها تجربة خاصة، تجربة لمت يعني الكثير من الممثلين من بلدان مختلفة، من ليبيا، من تونس، من المغرب، من مصر. فطبعا فما تلاقح بين التجارب وفما تكامل بين التجارب، تعلمت برشا من التجربة هذه حقيقة. فما برشا ممثلين مهمين وكبار معنا، فما برشا حب في العمل أيضا، فما برشا إيمان بالمشروع اللي الأستاذ أسامة عداه للممثلين اللي معاه. في بعض الحقائق كانت صادمة بالنسبة لي، أنا كان في دور للليبيين المنضمين لهذا التنظيم وتولوا مناصب قيادية مثل أحمد صالح اللي كان يتحكم بشكل كامل يعني في ما يسمى بالأمن السري، يعني جميع التفجيرات اللي تمت في من قبل التنظيم وأيضا العمليات الانتحارية ما يسمى بالعمليات الانغماسية كانت من تدبير العقل المدبر اللي هو أحمد صالح في التنظيم. يعني مقاتلين قدموا من عدة دول سواء من غرب أفريقيا، أيضا بعض الدول مثل السنغال ومالي والسودان عبر مسار بالصحراء. طبعا كانوا يتوزعوا على عدة مضافات، منها مضافة إجدابية، مضافة بنوليد، مضافة صبرات أعتقد. فهذا الكم الهائل من التجمع اللي كان للمقاتلين الأجانب اللي استغلوا سوء الأحوال السياسية في ليبيا في تلك الفترة، الانقسام السياسي أيضا. قوافل المجاهدين لا زالت تتقاطر على ولايتي طرابلس وبرقة كل يوم، وفي دفعة جديدة قادمة من تونس لا توصل باشر لو بعده. عظيم. وأين سيبيتون ليلتهم؟ في مضافة صبراتة بإذن الله، وإن أسعفهم الوقت في مضافة بنوليد. لما كنت نقرأ في الناس كان في عندي عدد كبير من الشخصيات المهمة هو المؤثرة في السيناريو، فكان عندي خوف كبير من اختيار الممثلين يعني اللي يتماشوا مع هذه الشخصيات. فاللي ساعدني بشكل كبير إن هم عبارة عن خليط من الجنسيات الأخرى اللي هم كانوا حقيقة موجودين في مدينة سرت من داعش اللي هم المجموعات الإرهابية. كان في من تونس وكان في من السودان ومن مصر ومن سوريا ومن العراق، يعني هذا سهل الأمر بشكل كبير. ولا شك يعني دائما الشخصيات التي تنمو عبر الورق نمو غير مكتمل إلا عندما تتحول إلى الشاشة يعني، وهذه لعبة المخرج كيف أنه يساهم في بلوغ هذه الشخصيات إلى قمة نموها وأقصى نموها. طبعا المخرج أسامة رزق أنا مش اليوم الأمس، احنا ابناء صنعة واحدة وابناء جيل واحد يعني، وكافحنا يعني في بداياتنا جدا يعني، وكان عندنا عدة أعمال مع بعض. فكنت مرتاح جدا طبعا أنا من أول ما تم الاتفاق على إنتاج العمل، وخاصة مع المنتج وليد لافي اللي عنده خبرة كبيرة في إنتاج أكبر الأعمال الدرامية الليبية يعني وضخمة. فكنت مرتاح جدا لأني نعرف مع من نشتغل مع الفريق الأفضل في ليبيا. فلما بدأنا في العمل لما شاهدت طبعا أسامة دائما يعيش مع السطور، يعاود لقراءة الحلقات أكثر من مرة،
ما يستكينش للقراءة الأولى، يعني دائما عنده قراءات متعددة وعنده فهم معناها ما بين السطور زي ما نقول، ويقدر يعطي الشخصية بعد آخر بعيدا حتى عن الرسم الشخصية اللي في الورق، عنده بعد آخر. حقيقة أنا راضي تماما عن هذه النتيجة، يعني وأرى أن هذا أفضل ما يمكن فعله في ليبيا. أول مشهد كان بتعريف شخصية طارق، وهي طبعا شخصية يعني محبطة ومحطمة. بداية إظهارها كان مهم جدا عندي، إظهار المكان أنه هو مظلم معتم كئيب، غرفة حايسة. فعاوني صراحة مدير تصوير سيد بشير مهبولي في إيصال الفكرة هذه، وهو كان هنا يجهز في حشيش، وكان عايش في 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 تفكير آخر، ويتفرج على التلفزيون ويسمع في الكلام الوضع البلاد الكهرباء وكذا، وهو محطم. فكان هامني جدا إظهار شخصية طارق في هذا الحالة من الدمار الكامل، وعرفته الحالة الإحباط، ويشوف لي صورة أخوه وأمه، ويشوف لي صورته هو وهو شاد القناصة، ويشوف لي كلام كلمة ريفولوشن في في الحيط، وكأنه هو مش هامه شيء، كأنه هو بايع كل شيء. فطارق هو ليس شخصية خيالية، هو شخصية تعتبر حقيقية مشابهة لأي شاب من الشباب اللي في ليبيا اللي يعانوا من بعد الحروب هذه، ومحتاجين إلى دعم نفسي، محتاجين إلى احتضان. لهذا ممكن عدد كبير من الناس رأوا أن طارق قريب منهم، وأنا شخصيا يعني حبيت شخصية طارق، وحبيت الفنان نضال كحلول في أداء عليها. يعني كنا حريصين أن نأدوا كل ما عندنا من حب، وكل ما عندنا من طاقة، وكل ما عندنا من مجهود، لأن العمل بصراحة مش عمل فني، نعتبره في عمل فني بس، يعني مش في مسلسل عادي والسلام. عمل يقدم تضحيات ناس حقيقيين ضحوا بحياتهم، ضحوا بعائلاتهم، ضحوا بأسرهم، ضحوا بصغارهم من أجل تحرير البلاد من التنظيم الإرهابي هذا. أشكر شكر خاص أخي ورفيق أسامة رزق، مايسترو كل هذه الإبداعات اللي أصبحنا نكتشفها الآن خلال مسلسل الزعيمان، والآن يعني الإبداع الثاني الذي يجمعني بهذا المبدع الفن اللي هو مسلسل قصق، واللي غادي تكتشفوه إن شاء الله من خلال رام رمضان 2021 حصريا على قناة سلام. فصراحة أنا سعيد جدا، وأنا أعيد معه التجارب الفنية، يعني المتلقي الليبي والعربي اكتشفني مع الأستاذ أسامة من خلال شخصية سليمان باشا البرغوث من خلال مسلسل الزعيمان، والآن ننتقل ونتحول 180 درجة كاملة إلى دور أبو عامر الجزراوي من خلال مسلسل غصق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت أم سالم؟ نعم أنا. اليوم فقط التقيت بسالم أول مرة، فتى قوي القلب والعقيدة، وسيكون له بعون الله مستقبلا مشرقا في دولة الإسلام.
سبق كان في عندي رغبة لتنفيذ رؤية بصرية معينة. ممكن أنا في مسلسل زنقة الريح والزعيمان طريقة التنفيذ كانت قريبة شوية من ناحية التكنيك الإخراج والزوايا والستايل التصوير، فلهذا أنا كان عندي رغبة حقيقية في غسق بناء على الستايل السيناريو والبيئة القصة في حد ذاتها هي كانت خلتني نفكر في تنفيذ التصوير بطريقة مختلفة. فمن هنا حكيت أنا ومدير تصوير بشير المهبوري، قلت له أنا عندي رغبة أن المسلسل يكون كلها كاميرا محمولة يعني على الكتف وحيكون هذا مرهق لكم، فقال لي لا مش مشكلة بالعكس احنا متعودين، وهو انسجم معي في الفكرة. فانطلقنا في التنفيذ المسلسل أنه يكون كله تصوير بكاميرا محمولة، وهذه طبعا مرهقة شوية للمصورين، لأن خاصة أن كنت لما تقعد تتبع في الممثل طول الوقت، وخاصة معارك المشاهد اللي فيهم معارك وفيهم حركة صعبة، فالمصورين حيتعبوا. واستخدمت أنا طريقة أن عدد كبير من المشاهد يتصور بوان شوت، اعتمدنا أن احنا الكاميرات كلهم محمولة، فحيكون سهل التحرك، عرفت، مع الممثل أنك أنت تاخده وهو قاعد وتوقفه معاه وتمشي أو بالعكس. فممكن نلاحظوا الناس أن عدد كبير جدا من المشاهد في غسق كانت تتصور وان شوت، وإحنا أصلا اعتمدنا عموما على الإضاءة اللي نفذها مدير تصوير بشير مهبولي أن نعتمدوا أكثر على إضاءة طبيعية، وستايل الإضاءة يكون أقرب للطبيعي، ما فيش عدد كبير مثلا نقوله من مصادر الإضاءة المتعددة لإعطاء يعني صورة فيها جماليات، وكأنه هو يعني عفوا لإعطاء صورة فيها جماليات، وكأنه هو إعلان مثلا أو كأنه هو يعني فيلم تجاري. فاعتمدنا بشكل كبير على أن الإضاءة تكون قريبة أكثر للواقع، ويبدأ في مصدر واحد زي ما صار في مضافة الرجال ومضافة النساء والمشاهد الخارجية. طبعا من أيضا جزء مهم كان من الرؤية البصرية هو شغل المونتاج، وأيضا شغل الجرافيكس اللي قام به محمد عفاس، وشغل المونتاج اللي قام به فاروق شريف وهو عشرة عمر. طبعا من سنين نخدم بعضنا، حتى في المونتاج خدمنا بتكنيك مختلف، يعني ممكن سابقا كنا دائما نشتغل ونخلو براح كبير من بعد الحوار، المرة هذه اشتغلنا بإيقاع هلبة سريع بقص أسرع حتى يتماشى مع مشاهد الأكشن ومشاهد اللي فيهم حوار قوي. فكان الشغل مختلف بالكامل على اللي خدمت أنا في السنوات الماضية من ناحية التنفيذ وأيضا من ناحية البوست برودكشن. احنا حاليا في مقر شركة سي جي اس، وهي طبعا واحدة من أهم الشركات الموجودة في الوطن العربي متخصصة في الفيجوال افكت والسي جي اي. وليش استعنا بهم؟ لأن هي واحدة من الشركات الكبيرة اللي عندها خبرة وعندها رصيد كبير من أعمال تنفيذ السي جي آي والفي اف اكس لعدد كبير من المسلسلات وحتى الكرتون والأفلام. والحقيقة يعني كان تعاون معهم جدا ممتاز، وخاصة مع وجود عدد كبير من الفريق التقني، والحقيقة يعني بدل مجهود كبير جدا لإنجاح عمليات الجرافيكس الموجودة في المسلسل. وزي ما انتم شايفين يعني عدد كبير جدا من الفريق اللي يخدم على المسلسل، والحقيقه كانوا يعني قدروا ان هم ينفذوا الاعمال في وقت جدا قياسي، ونشكرهم على هذا الشيء. وشغل مش سهل، خاصه في الحلقه السادسه والثامنه والعاشره، فيها يعني شغل جرافيكس كبير جدا، طلقات رصاص، تفجيرات، ضربات الحيط، الدم، يعني الشغل كان كبير، وخاصه ان الماده هي جايه ماده 4K على اعلى يعني كواليتي موجوده، فمحتاجه شركه عندها يعني قاعده بيانات كبيره، سيرفرات كبار، وعدد موظفين كبير وايضا محترف يعني. فصراحه نشكرهم على شغلهم الكبير معنا، وكانت النتيجه مرضيه الحمد لله حتى براي الناس. بين ان الطغاة وصل، كم عددهم؟ حاليا في استوديو التسجيل الصوت والمكساج عند مهندس الصوت سامي الغربي. طبعا سامي الغربي عشرة عمر، خدم معي اغلب اعمالي من سنين طويله يعني نخدم مع بعضنا، لكن ممكن في غسق كان في شغل مختلف جدا وتحدي جديد. في خلال الشغل في هذا الاستوديو الخاص بالمكساج
مش مجرد ان احنا نقوم بمكساج الصوت ما بين الصوت الممثلين والخلفيات والموسيقى والفيكس فقط، لا، في حتى هنا مونتاج للصوت، في مونتاج للصوت وفي صناعة للصوت، يعني في عدد كبير من الأصوات يعني نقوم احنا بصناعتها، وفي أصوات يعني زي ما تقول يتم مونتاجها من أول وجديد، مش مجرد انك انت تدير زي ما تقول نوع من الهارموني ما بين الأصوات، لا، أنت عندك أصوات أخرى بتصنعها وأصوات أخرى لازم تكون في الخلفيات، وخاصة في المشاهد اللي فيهم معارك أنت لازم يكون عندك هارموني ما بين أو انسجام، ويكون ما فيش حد يجي فوق الثاني من ناحية حوار ممثلين، الجو العام، صوت الأفكت والموسيقى، وهذا مش شيء سهل، هذا ياخذ في وقت كبير ومحتاج لخدمة صعبة ودقة كبيرة جدا من مهندس الصوت، بالإضافة ليكون الأجهزة نفسها متطورة اللي نخدم بها، الإفكتات اللي إحنا قمنا بشرائها خصيصا من أجل وضعها في مسلسل غسق، وهذا أخذ جهد كبير جدا ووقت طويل جدا في البوست برودكشن، والحمد لله إحنا حسب ردود الأفعال الناس كانت النتيجة ممتازة جدا، وإحنا سعداء بانطباع الناس من خلال الخدمة اللي خدمناها اللي أخذت وقت طويل، يعني ممكن الحلقة السادسة لوحدة أخذت ممكن ما يقارب على أسبوع أو عشر أيام، حدود أسبوع عشر أيام من الشغل المتواصل، خدمة المكساج لوضع الافكتات، وبعدين لأنه يكون منسجم كله مع بعض، الحوار مع الموسيقى مع الخلفيات، ومش شيء سهل، وخاصة في الحلقة العاشرة أنك أنت في عندك منطقة كاملة فيها معارك، فأنت مش مجرد أنك أنت بتحط الصوت الممثلين والصوت اللي في الصورة فقط، لا، أنت عندك صوت في الخلفية البعيدة، يعني في كلاشينكوف يضرب بعيد، في ار بي جي يضرب بعيد، في تفجير بعيد، وكيف انه هو يبان انه هو بعيد مع حركه الريح، مش شيء سهل وخدمه كبيره جدا اخذت وقت. فنشكر مهندس الصوت سامي الغربي على المجهود الكبير اللي داره، وهذه ممكن اول مره في الدراما الليبيه يتم يعني تنفيذ عمل في هذا الكم كبير من المعارك ومن الاسلحه ومن المشاهد اللي فيها اكشن، والحمد لله يعني كانت نتيجه مرضيه جدا وعلى اعلى مستوى. يا شباب البنيان، اليوم ما فيش حد يقدر يزايد عليكم حتى بنص كلمة. داعش تكشر عن أميالها وأين؟ على شواطئ السرت، مشهد مروع يصدم العالم بأكمله، حيث تم فصل الرؤوس عن الأجساد وكأنها رؤوس لدمى وليست لبشر من لحم ودم. أعتقد أن نقطة التغيير أو الفصل أو الحسم أو النقطة التاريخية المفصلية في وجود التنظيم داعش في مدينة سرت هو إصدار ذبح الأقباط المصريين، ذبح الأقباط المصريين على شواطئ سرت. أعتقد أن نظرة العالم لليبيا تحديدا فيما يتعلق بملف الإرهاب قبل إصدار ذبح الأقباط كان شكل، وبعد إصدار ذبح الأقباط كان شكل آخر. في سنة 2015 يعني لما طلع الإصدار الأول بذبح الأقباط، طبعا هذه الحادثة المروعة اللي استهدف بها التنظيم إشهار نفسه يعني بطريقة مفجعة الحقيقة أذهلت العالم. أتذكر أنه كان في تشكيك، أتذكر في ذلك الوقت من هذا الفيديو، لأن عملية التصوير والإمكانيات اللي كانت موجودة في العمل كانت معناها تثير الريبة، يعني هل هذا فعلا عمل من صناعة هذا التنظيم الإرهابي أم هو شغل استخبارات، يعني أو هل تم التصوير في سرت أو خارج سرت. الكثير منا حتى قنوات إعلامية كانت تشكك في هذا الفيديو، لكن أثناء كتابتي لهذا العمل وعن طريق اعترافات أحد عناصر التنظيم اللي هو فوز العياط اللي كان قاضي المحكمة الشرعية في التنظيم، تبينت عندي عدة حقائق. التنظيم كان موجود فعلا في مدينة سرت، عملية ذبح الأقباط عملية حقيقية تماما، فعلا تم ذبح الأقباط المصريين مقابل شاطئ سرت. بالنسبة للحادثة أو الإصدار الذي قام به التنظيم في ذبح الأقباط من أخوتنا المصريين العاملين يعني، وانت تعرف حتى في الشريعة الإسلامية هذا إنسان مؤتمن يعني لا يحل ماله ولا دمه، فكما ذكرنا أن هم القصد هي الإشهار والإعلان الرسمي عن وجود تنظيم الدولة بمدينة سرت وفرض القوة كمن يقول أنا قوي أنا موجود أنا هنا،
فالعملية هذه يعني استغلوها من عدة أسباب. كما تعلمون كانت ليبيا في وضع انقسام سياسي وعسكري وأمني واجتماعي أيضا كبير جدا، وكانوا يعني يعلمون أن ليس من الممكن أن ستتم مواجهة التنظيم في هذه المرحلة من المراحل من سوء الحالة الأمنية والانقسام السياسي في ليبيا. المشاهد المهمة جدا 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 والحساسة في المسلسل، ومن أول ما قريت النص أنا قعدت مفكر كيف حنفته، وهو تحدي كبير للحقيقة، اللي هو مشهد ذبح الأقباط، وهو حدث عالمي خطير جدا ومهم جدا. وطبعا الحدث ما هوش جديد على الدراما، يعني تناولوه في عدد كبير جدا من الأعمال العربية وحتى العالمية. فكيف أنت بتتكلم على حدث العالم كله شافه في الحقيقة، شافه كامل، ونخدم في عدة أعمال درامية ومشهد حساس؟ فأنا كنت جدا عندي تخوف من المشهد هذا، ففكرت أن أفضل طريقة أن نتناول المشهد بعيون اللي حضروه. فلهذا تفهمت أنا ومدير التصوير بشير مهبولي أن يكون المشهد يرى بعين أحد المساكين الضحايا. لهذا خلينا الكاميرا على 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 كتف أحد المصورين وكأنه هو أحد الضحايا، والكاميرا كانت تشوف تحت وتشوف على جنب، وكيف أنها تقاد إلى مصيرها، هذا المصير القاسي جدا يعني. فهم معي المدير التصوير على الفكرة، قررنا مع احنا فريق الديكور ان نحط صخور مشابهة للصخور الموجودة في ذلك الموقع، لان الشط اللي لقيناه اللي هو في مدينة اسطنبول ما كانش فيه الصخور هما الكبار السود، فخدمناهم خدمة جماعة فريق الديكور، خدم يعني بالديكور قطع كبيرة جدا ودهنوهم بالاسود وتزوقوا بالاسود، وحطيناهم على طول الطريق اللي هو يمشوه الشخصيات. ناس قالوا علاش ما مشيتوش وضحتوا أكثر وانه تكملوا المشهد وانه دبح وكذا. أنا رؤيتي ان المشهد الحقيقي موجود، الناس شافته، ما عادش عندك انت شن توري أكثر من ان المشهد الحقيقي موجود، وهو مشهد قاسي. وكنت مفكر في أهالي الضحايا، قسوة المشهد هو وانه من ما عانوه، فأعتقد أنه يكفي أن ما عانوه هم في رؤيتهم لهذا الحدث الحقيقي، ونزيده حتى نجسدوه، ومش محتاج أنك تزيد جسده لأنه هو الناس كلها شفاته. We will to fight in you all together. كان ذاك للأمانة كان الصبح الأسود على مدينة زليطن، يعني استهدفوا مركز تدريب الشرطة، وهذا جهاز يتبع وزارة الداخلية، كان كثير من الشباب يعني انضموا إلى هذا المركز بغية التدريب وذهابهم إلى الداخلية، يعني شباب بسيط يعني يحاول أن يحسن من دخله وأن ينتمي إلى جهاز الشرطة. الصبح الأسود نسميه في مدينة زليطن، يعني فاقت مدينة زليطن على صبح دماء وأشلاء متفرقة. قاموا بهذه العملية باقتحام مركز التدريب، قتل حوالي فيه ما يقارب من 70 شخص وحوالي 200 جريح يعني. وكانت العملية صدمة 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 على أهالي مدينة زليطن وليبيا يعني عامة يعني. تصور في الأول المشهد البداية اللي هو حفل التخرج، الحوار اللي ما صار ما بين مراد وطارق لغاية لحظة حتى دخول السيارة وهم يشوفوه، هذا كله تصور في يوم. ووقفنا لأن لازم فريق الديكور يجهز الموقع بالكامل، وقفنا تصوير، عبينا الساحة بالتفجيرات والتراب والدم والقطع اليدين، وهذا كله من شبه يعني هذا يعني كلفونا رقم كبير، هذو الإيد المكسوسة والرجل المكسوسة واليد المكسوسة اللي هما كانوا حقيقيات، تكسير الواجهة، تكسير المرش الواجهة، حرق الأعلام، الأسود اللي على الواجهة كلها، تكسير البيبان،
تكسير الجراج الرئيسي تصور بعدين يوم تاني، وكان لازم ان نحاول ندخل طارق اللي هو فنان ذلك حلول كيف ندخلوه في المود. فانا قررت ان احنا نصوروا الجزئية التانية كاملة اللي هي هو مشي القهوة وشاف التفجير وجري وشاف الحريقة والتفجير والأشلاء منتشرة، وبعدين هو يقدم. فصورناها كاملة مع النار. الحق ان الفنان ذلك حلول كان مصر انه يقدم الداخل، انا كنت ممكن قلت انه يقدم يكون قبل النار، لكن هو لا، خش الداخل في وسط الدخان. الدخان قاعد يخش له في رئته، لان هو لازم انه يعيط ويعيط ياخذ نفس، فدخان هلبه خش له في الرئه نتاعه وانحرق هو. احنا هذه النقطه ما للاسف ما تصورتش، لان بعد ما تم التصوير في نار ركبت في ملابسه واحده من طرف من النار، ركبت ملابسه فيسع فيسع طفوها، للاسف ما تصورتش لان الكاميرات وقفت. والدخان اللي خش لريحته كان كبير، تعب هلبة نضال. احنا معانا سيارة اسعاف بشكل دائم وداروا له اكسجين وتعب بشكل كبير. وبعدين اختمناه بمشاهد حقيقية، وهو مشهد قاسي بصراحة، وجيت انا عليه كبير لما انعرض، وكان مهم ان نعطوا جزء ولو بسيط من حق هماس الشهداء اللي تعرضوا لعملية ارهابية انهت حياتهم من خلال انتحاري يجي حتى من برا البلاد. وللأسف هذا اللي عانته ليبيا بشكل كبير، عانت من عدد كبير من العمليات الإرهابية من ناس جونا من برا ليبيا للأسف. فربي يتقبل الشهداء تفجير زليتون ويرحمهم ويصبر أهليهم. يعني يا جماعة، الوليمة دي من حر مالي احتفالا بالنصر الكبير الذي من الله به علينا بنجاح عملية زليتون وهلاك العشرات من جنود الطغاة. الله أكبر. تنظيم طبعا باعتباره هو حامل فكر متطرف، والفكر هذا لا يقبل لديه أي نقاش، لا يقبل أي تعدد، ففرض الكثير من الممارسات على أهالي مدينة سرد. موضوع مثلا إغلاق محلات الحلاقة، ممنوع حلاقة الوجه، أي منتج موجود في أي محل بيحمل صورة حتى ولو طفل ممنوع. موضوع الإزار مثلا، يعني الكل مطالب بأن يرفع إزارة. يعني الكثير من المسائل الدينية اللي أصلا في أصلها في خلاف، هم أخذوا أكثر الآراء تشددا وطبقوها على أهالي مدينة سرت غصبا وقهرا. من أين أنت؟ من الحاج سالم من عيان سرت. وماذا تقصد؟ يعني من كبار المدينة. انزل. كيف؟ الويه؟ قلت لك انزل من السيارة. سرت تعتبر مدينة ليبية، ولو تركت لكان لتكونت لتجمع الأعداد أكثر من الدواعش، ربما سيطر يمكن حتى على ليبيا. نساء التنظيم يعني كل جنسية من الرجال موجودة يقابلها نفس الجنسية يعني من النساء، المصريات، التونسيات، والسودانيات، هذا الأعداد الأكبر، مصر، السودان، تونس، من ثم الجزائر ودول غرب أفريقيا مثلا. كان لي البعض من لي دور كبير طبعا، خاصة زوجات الأمراء، يعني زوجة أبو عبد الله البيشي، زوجة أبو حمزة المصري، زوجة أبو نور السوداني، زوجة أبو عمرو الجزراوي. فمثل هذه النساء كان لهم دور كبير في إعطاء المحاضرات، دور كبير في تعليم النساء على السلاح، تعليم النساء وتحريضا على لبس الأحزمة الناسفة. فدور النساء داعش كان مهم جدا للتنظيم، وشكل بالنسبة لقوات البنيان خطر بعدين، لأن حاولوا قوات البنيان أن هم ينقضوا النساء والأطفال، وتعرضوا للخيانة أكثر من مرة، وتعرضوا لأكثر من مرة لانتحاريات فجر أنفسهم في التنظيم، وسقط ضحايا من قوات البنيان. يا غزاكم الله نغيثون، يا غزاكم الله. الله أكبر.
الله أكبر. فيما يخص تقدم على كوبري سداد، هذه كانت عملية من ضمن العمليات أو الأجزاء في عملية بنيان مرصوص اللي فعلا توثق بأحرف من نور، سواء من الضربات اللي وجهها السلاح الجوي، سواء من الخطة اللي تحرك بها أبطالنا على الأرض في أكثر من محور في ذلك الوقت. طبعا كانت العملية هي عملية التفاف، محاولة التفاف من قوات الأرض، وفعلا وصلوا إلى كوبري سدادة اللي هي كانت بعد صلاة المغرب. فإحنا تواصل بناء على تواصلنا غرفة عملية الطوارئ نفذنا 3 ضربات جوية في تلك الليلة، كانت 2 في الكوبري وواحدة بعيدة عن القوات، مع العلم أن كان الظرف المناخي في ذلك في تلك الليلة لا يسمح حتى بالطيران، كانت مجازفة وبمسؤولية. طبعا من ضمن الطيارين اللي طاروا تلك الليلة المرحوم الشهيد سيدي اللواء مختار فكرون، واللواء طيار مختار فكرون، والمرحوم الشهيد سيدي العميد طيار عمر دوغة. طبعا هذوما الاثنين استشهدوا يوم 10/8 اتنسقوا طيارهم في عملية بنيان في مدينة سرت في احد العمليات القتالية. الضربتين 3 ضربات اللي تم توجيههم في كوبري سدادة بفضل هالضربات هذه وبفضل التفاف ابطالنا على الارض وفي التنسيق تناهي الدقة، تم تحرير كوبري سدادة وترجيعها من أيدي التنظيم قبل صلاة الفجر. ملاحظة جت من الناس على موضوع التأمينة الكلاشينكوف، هذه التأمينة شنو قصتها؟ التأمينة السلاح اللي احنا جبناه هو سلاح اصلا هو حقيقي، لكن محاولين منا حاجة الداخل يقولوا لها السن، يفصلوها من شايلينها من الداخل محاولينها حتى سلاح ماشي هو اللي يضرب. السلطات الأمنية فارضة عليهم انهم يقوموا باللحم من كانت المخزن، وما تقدر تطلع المخزن لازم يلحموه. ايضا التامينه ملحومه، في بعض الاسلحه اللي كان اللحم الحام نتاعها مكسور فحطيناها، والاسلحه الثانيه اللي هي التامينه نتاعها ملحوم على امكان غلط اضطرينا نصوره، وكان عندنا باذن الله يعني متوقعين احنا ان عندنا وقت للجرافيكس طويل، لكن للاسف الوقت ضاق علينا، لان كنا ناويين في الجرافيكس نقوموا بتصليح هذا مكان التامينه اللي هي محطوطه مثلا على التسكير او محطوطه على الفردي باش احنا نصلحوها نخلوها على على الصلي، بس للاسف بسبب ضيق الوقت ما لحقناش ان احنا نعدلوها، وهذه عمليه صعبه تاخذ وقت طويل لان الجرافيكس لازم يحدد المكان ويدير عمليه التراكينج ويتبع فريم 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 وتاخذ وقت طويل جدا جدا. فان شاء الله حنحاول نصلحوا الغلطه هذه في نسخة توق وأيضا في العرض القادم. في شيء تاني مهم باعتبار احنا طبعا الأسلحة هذه اللي هي كلاشينكوف اللي احنا استخدمناها هي ما تطلعش في 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 رصاص وما تديرش حتى في إفكت، فكان ضروري جدا عندنا ان احنا نخلوهم يديروا حركة حتى باش بعدين مع الجرافيكس تكون الصورة مقنعة، فكان ضروري ان الممثلين كلهم بالإضافة للكومبارس، وهذا اخذ منا وقت طويل جدا وجهد كبير جدا في تدريب الناس وإعادة وإعادة، إنه ضروري إنه ما يمسك هو الكلاشينكوف، ضروري ما يمسكاش ويضرب فقط، ضروري إنه يمسك ويهز في نفس الوقت، يعني يكون في رعشة، لأن الكلاشينكوف الحقيقي لما أنت تضرب بسبب خروج الضربات طلقات الرصاص مع حركة جسمك الارتداد يكون طبيعي، لكن لما يكون أصلا ما فيش خروج الكلاشينكوف ضروري أنت يكون الارتداد مصطنع. فكل الممثلين مطلوب منهم هم والكومبارس إن هم يحركوا جسمهم لصنع الحركة للكلاشينكوف. هذه الحركة الناس ممكن يعتقدوا أن هي سهلة، هي جدا صعبة. أنت تخيل روحك شد إيدك بالطريقة هذه وراعش إيدك هيك حتى صوتك يتحرك، يعني دير الهزة هذه ممكن نقوله 30 ثانية دقيقة أنت راسك يوجعك
جسمك كله ينمل. وهذا للأسف المساكين كانوا الكومبارس الممثلين يوميا يروحوا مرهقين، يديهم يوجعوا فيهم، مفاصلهم يوجعوا فيهم، رأسهم يوجع فيهم، لأن سعادة ساعات طويلة وهو يشد كلاشينكوف ولازم يقعد يهز ويدير الرعشة هذه حتى باش بعدين لما يتركب الجرافيكس تبدأ مقنعة. فالناس ممكن لما شافوا أن طريقة إطلاق الرصاص مقنعة جدا، لأن لازم كل ممثلين والكومبارس طول وقت هم يهزوا. تصور أنت تضرب طول الوقت وفي قدامك طبعا في اللي كانوا يديروا الدخان، الضربات الشضايا والدخان كنا نديروا فيهم باللعبة البنت بول اللي هما بكور صغار لونهم أسود. لما يبدأ في التبات وممثلين واقفين وراهم، هما لما ينضربوا البنت بول يطلعوا في دخان أسود، دخان أسود يخش في فم الممثلين، فكانوا يتعبوا وتصير حالات إغماء عديدة مع وجود سيارات الإسعاف اللي عندنا والأطباء. كنا كل شوية موجود عندنا حليب وعندنا عصير وياخذوا في أكسجين ويعاودوا. وكانوا ممثلين نشكرهم بشكر كبير على الإصرار اللي كان عندهم والتحدي إن هم حتى يتعبوا ويرجعوا مرة تانية. مش الأوضاع تو الدموع عش متمركزين في بوغرين مستنوا في الأوامر زعما نقدموا اليوم و... الله أعلم. يبدأ تبدأ الحرب تحي عليهم حيه إلا ما نحصلوا عليهم الدواعش اللي ما نوروهم نهارهم لحرف دم الشهداء رمشي شباب. أول ما صار محاصرة الجيزة وقف المحاور من جميع الجهات لأن في أطفال وفي نساء وفي فتكلفنا إحنا ومجموعة من الشباب يعني إن إحنا نخرج العائلات والنساء والأطفال بنا. طبعاً السيارة كان فيها مايك مجهز إن النداء إنك المرأة اللي تشوفها أو الشخص اللي ممكن يبان عليك ما بين المباني تناديه بالمايك إنه يجي. في من الناس جت سلمت روحها يعني، وفي من الناس في اللي خايف، في اللي متردد، وفي اللي في تهديد، في تهديد من موقف لمواقف. هي المرأة هذه اللي خرجناها قبل التفجير يعني، كان في شخص هي تشوف فينا في نادوا عليها بالمايك تقولها تعالي ما تجيش، في شخص تنتبه لها تشوف فيه هي تشبح لها وترجع لنا تشبح لنا. احنا في لحظات جت المرأة هذه سلمت نفسها، ايه خرجنا طلعنا المرأة هذه الشباب برا ورجعنا من جديد. هل في حد تاني موجود ولا زدنا قربنا أكثر للمبنى على الأقل زيدوا يسمعونا يعني مع صوت القذائف والدبابات اللي مدرسات ما ممكن ما يسمعوش. خرجنا متفاجئ بشخص خرجنا يعني كان لابس عزام ناسف. في الأول ممكن تخيلت أنه شخص من قواتنا كان من الجهة الأخرى يعني، نتفاجئ أنه شخص. ولما وصل للسيارة وفجر نفسه طول يعني مسك الباب السيارة وفجر نفسه. صار هجوم على القوة اللي موجودة في بوكرين، وإحنا والناس أنه تداعت والتمت وصار النفير والناس فزعت فيه الأمانة. قصدي ما الأول كانت من مدينة مصراتة وأهالي مصراتة وناس كل طلعوا وصدوا الهجوم من الدواعش ومن الناس المتطرفة عليهم. وبعدها بعض من المدن الليبية الثانية جت ساندت مثلاً بعد المرتين كنا زي زليتن زي الخمس زي مجموعة من بسيطة من طرابلس ومن باقي المدن. أول خطة درناها إن نبو القضاء عليهم ويخرجوش من سرت مش ما يمشوش لأماكن تانية وينتشروا في ليبيا كما بناش نضغطوا مثلاً من الجهة الغربية بس أو الجهة الجنوبية ويذهب إلى ويرجعوا مثلاً إلى الشرق ولا يمشوا لمدينة ثانية في ليبيا. كانت الفكرة القضاء عليهم وكما يعلم الكل ويعرف أن في حال تسكير العدو كامل متعقب لاش نفس إذا كان راه كعملية انتحارية. أعطيناها فرصة شوية من الجهة الغربية والجهة الجنوبية وتم التفاف عليه من الناحية الشرقية كان تسكير عليه بالكامل. تمت المعركة اليوم هنا بعد كتيب السعدي نزلنا سرت تلقينا احنا يوم اختاروا وقلنا هاي بنقدم وقدمنا ونزلنا طور. الشيخ ابراهيم كان خش على الجزيرة بتاع بوهادي واحنا نزلنا على منطقة بوهادي ونجينا من الخلف من خلف طريق النهر لين تلقينا تحت الشجر اللي في الدوائر احنا نقولوا له يجي من بعد تطلع من جزيرة بوهادي يجيك على اليمين. قصينا منطقة يقولها منطقة الطويلة والسواو هذينا المنطقة الشرقية هذه السرت وكان مختار خذي مجموعة وخش من السبعتاش مواجه وحنا قصينا طول على الطويلة وكان معنا الشيخ إبراهيم وباقي المجموعة وخشينا الملين وصلنا لعند البحر. بعد وصلنا البحر
قعدنا متمركزين وصلنا خلاص التبات الأخيرة قدامنا الميناء. الميناء هذا متاع سرت والفندق هذا. خلاص لما وصلنا غادي طبعا اكتشفنا انه في اللحظة ونية الدواعش ماش عندها اللي يطلع عوامهم. سكرت سرت بالكامل. دار اجتماع الشباب القادة ومشينا غادي. المهم قالوا احنا تو هكي راه الموضوع في خطرين. الخطر الاول كان قعدنا مسكرين كرام نخسروا اكثر شباب. لما نقعدوا مسكرين عليهم بالطريقه هذه مهما يكون حتى عدوك ضيف بيقاوم لين يموت. والخطر الثاني لو فتحنا مش معروف ما زال بنلقوهم لو فتحنا لهم. ما كان في جنبي مختار اللي هو امر المحور. شنو يا مختار انت شنو رايك نفتح ونسكر؟ قال ما يعني نقول ما نفتحوش. قلت خلاص تمام. قررنا بالكامل هيك بالاغلبيه. كان الامر وقتها الافندي محمد شابون واللي كان مجمعنا في الاجتماع. خلاص قررنا ان تقعد الطريق مسكره وبنتحمله الحي يروح. المهم قعدوا في المنطقه هذه اللي قعدوا مسكره وقعد المحاور يقدم يضغط من المنطقه الغربيه ومن الجنوبيه. كان محور الجنوبي تقريبا ماسك اسمه محور جنوبي. فيه محمد عيسى وفيه لواء المحجوب جنبه كانوا يضغطوا من الجهه الجنوبيه وجماعه الجفر اللي هم عبد الرحمن بشير والشباب اللي معاه. وقعدوا يضغطوا من الجنوب ويضغطوا المجموعه الثانيه اللي مع البحر الخباشه والقلاه والمجموعه دي من اللي صار ونضغط كل ما نضغطوا قدام. لكن كانت الحرب اللي جيناها في المدينه ما هيش الحرب اللي برا. لا ننسى دور محور نقوله له محور بحر الشباب اللي هم ركبوا الجرافات والسفن المتهالكة وقام كان لهم دور قتالي كبير جدا من جهة البحر يعني من ميناء قصر حمد إلى سرت. كانوا قبالة سرت وكانوا هم يساعدوا في المقاتلين ويمنعوا أيضا فرار داعش أو وصول أي مساعدات لوجستية لهم. وكان هذا دورهم كبير جدا ودور وبطولي. تمت السيطرة على بقرين كاملة وما جاورها يعني من مناطق مثل زمزم القداحية. بعدها بدأ الشباب وحماسهم يعني ينطلقوا بسرعة دون الرجوع للقادة المحاور. من إحدى الأمور يعني من ضمنها يعني انطلقوا من الطريق الساحلي وتمكنوا من الوصول إلى بيرات الحسون الوشكة وبيرات أخذوا الوشكة وتقدموا إلى بيرات الحسون وتفاجؤوا بما يسمى بالدقمة اللي هي بالسيارة المفخخة الهتكية. اليوم هتكية يعني كان عدد الشهداء تقريبا 40 شهيد يعني ضحية. يعني حماس الشباب كان ممكن بيوصلوا يوصلوا سرة اليوم يبوا يحرروها خلاص يعني من ما يسمى تنظيم الدواعش. كان هناك عدة محاور من ضمن هذه المحاور محور القطران الساحلي. صدمنا بفاجعة اللي هي فيها تفجير انتحاري من هذا التنظيم الإرهابي. وكان هذا المحور متناسق مع باقي المحاور ولكن الحماس من الشباب فجعلهم ينطلقون ويريدون التقدم في أسرع وقت لتخليص سرت من هذا التنظيم الإرهابي. أكثر هدف كان هامنا في هذا المشروع هو حقيقة إظهار الحقيقة للعالم أن الليبيين جديات كانوا ضد الإرهاب وما كانش في حاضن الإرهاب في ليبيا. هذا أكثر شيء كان همنا في المسلسل لأن الحقيقة أن الليبيين ظلموا من الناحية الإعلامية في إظهار هذه الحقيقة. وللأسف كان تعتيم مقصود عدم إظهار أن الليبيين كانوا رافضين الإرهاب وما كانش عنده حاضنة بدليل أنها تتكلم على أكثر من 700 شهيد يعني ضحوا بحياتهم من أجل تحرير مدينة سرت من الإرهاب. هذا أكبر دليل وأكبر رسالة يعني وجهها الليبيين للعالم. نحب نذكر نفسي ونذكر الناس ونذكر المسؤولين في ليبيا أن هذه الملحمة ملحمة تاريخية شاء من شاء وأبى من أبى. الملحمة هذه كانت ضريبتها عالية على الليبيين وعلينا نحن كثوار صراحة لأننا لسنا ناس عسكرية. يعني لما نقول 750 شهيد أو أكثر نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء. لما نقول 3000 جريح رأوا يعني أرقام هذه. أنا المفروض أن ما يريحنش هباء في إنشاء الدولة اللي قاوموا من أجلها وضحوا من أجلها. يعني 750 شهيد في 7 أشهر تقريبا و 3000 جريح. نتمنى أن تكون الدولة اللي خرجوا من أجلها وتقوم
بتوفير جميع متطلبات أسر الشهداء والجرحى، وأن ما ينهضمش حق الجرحى اللي هو قاعد محضوم إلى الآن. إن شاء الله نكون أعطينا جزء بسيط، وفينا بجزء بسيط من حق شهداء معركة بنيان المرصوص، وإيصال الحقيقة اللي صارت، وإعطائهم حقهم، وإيفائهم جهدهم وتضحياتهم، سواء اللي قاتلوا ومازالوا أحياء، أو اللي أصيبوا وأصبحوا يعني عندهم إعاقات، أو اللي استشهدوا. أتمنى نكونوا أعطينا ولو حاجة بسيطة، أتمنى يكونوا راضين علينا ولو شوية على اللي إحنا قدمناه في غسق. وفي الآخر هو غسق زي ما إحنا ديما نقوله، هو صفحة من البنيان المرصوص، وليس كل شيء صار في عملية البنيان المرصوص، لأنها تمحتاج لحلقات وحلقات وحلقات حتى تسرد كل التفاصيل. احنا قررنا وقت كتابة النص ان احنا ما نذكرش اسم ولا شخصية سواء من الحيين او الشهداء، لان كلهم عندنا مهمين، كلهم عندنا سواسية، فظلم كبير انك تذكر شخص وتنسى شخص. اتمنى بجد ان احنا نكون وصلنا جزء صغير جدا من حقهم، وهذا واجب علينا، وهذا هذا واجبنا، هذا اقل ما يمكن ان احنا نقدموه. اتمنى يا رب يكونوا الناس كانوا راضيين على اللي قدمناه، من الناحية إعطاء حق الناس هذه أو من الناحية الفنية. مرة أخيرة نشكركم جدا على متابعتكم وإعجابكم بالعمل، وإذا كان في تقصير عذرونا، إن شاء الله نصلحوه في الأعمال الأخرى. وفي النهاية ربي يرحم شهداء معركة بنيان المرصوص ويتقبلهم من الشهداء إن شاء الله، ويصبر أهليهم على فقدانهم، وإن شاء الله تنتهي هذه الأحزان وتكون هذه تضحيات نهاية الأحزان في ليبيا، وترتاح بلادنا من الإرهاب وترتاح من أي صراع، لأن إحنا أمنيتنا مقابل تضحيات الشباب هادو إن إحنا على الأقل نساهموا في استقرار البلاد حتى تضحياتهم تمشيش هباء يعني، وإن شاء الله تضحياتهم تمشيش هباء. شكرا لكم. توري توري يا ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك، توري توري يا ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك، بحرك وجبالك وديانك وسماك، بحرك وجبالك وديانك وسماك. ليبيا ليبيا ناسو ليبيا نتين اللي، ليبيا ليبيا ناسو سيد ما نتناري، ليبيا ليبيا ناسو ليبيا نتين اللي، ليبيا ليبيا ناسو سيد ما نتناري. يسفن ددرر ننم سيل لتزيري، يسفن ددرر ننم سيل لتزيري. توري توري يا ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك. يمي وتعيط شيطر ونمي الدار، يمي وتعيط شيطر ربي نتي الله، يا أمي وتعيط شيطر ونمي الدار، يمي وتعيط شيطر ربي نتي الله. يوغور فتين اللي يوغور افتقر أولاق، يوغور فتين اللي يوغور افتقر أولاق. توري توري يا ليبيا توري وحنا معاك، توري توري يا ليبيا توري وحنا فداك.